ايه المشكله تاني يا كابتن عمرو؟ يعني لو اعتبرنا انه غياب ان الجماهير ما تبقاش كامله في المدرجات ده ممكن ياثر على اللاعبين، ايه المشاكل اللي في الكوره؟ يعني ايه اللي مخلي الاهلي والزمالك ممكن اقول لك اللي انت كنت بتسالها لكريم ذكر دلوقتي وهي اهم حاجه. روح النادي الاهلي، روح الفلنة في الملعب وانت نازل وانت بتسخن، انت هدفك ايه؟ فين فين توب الاسد؟ فين الانفلات الهجومي؟ فين الشراسه الهجوميه اللي تخليك انت حاسس بده؟ حلوه توب الاسد دي. فين حلوة. ايوه توب الاسد. هو انت هقول لك على حاجه، هو النادي الاهلي على مدار سنينه ايا كان اهلي وزمالك انت كنت بتفكر في ايه؟ قول لي كريم وانت بتلعب كنت بتفكر في ايه؟ انا هلعب على الفيرود ما يجيبش جون. انا عارف فيرود كريم ازاي اجيب جون. انا شغلتي امنع هدف. وانت ككريم فيرود تجيب هدف. بعد كده اي حاجه كنا بعمل شغل كريم وكريم بيعمل شغلي وبعد كده نكلم بعض. الربط، القرب، المدير الفني بيشرح على سبوره. ايوه هتدي له شغل بس مش هديك تطور وابداع. انت اللي هتعمله في الملعب. صح. انا مش جايب انسان آلي. صح. بس في نفس الوقت وانت شغال الربط ما بينك وبينهم. الو ديانج عندك مشكله انك هتسافر؟ انت كده كده مش هتلعب دلوقتي والدوري التركي موقوف، هتسافر. اصبر، قلقان من ايه؟ انت كنت بتشيل نص الملعب لوحدك. صح. حمدي المهام الهجوميه تتلعب في مصر بمهام معينه كلفك بيها كوره. في ماتش لا، ماتش ده لا، واحنا عارفين بقالك 5 سنين بتدرس الفرقه دي. هو الراجل التاني درسك كويس قوي. درسك يعني الراجل هو بيتكلم في المؤتمر بيقول لك انا درست النادي الاهلي من اللعيبه والغيارات. صح. انت بقى درست في ايه؟ ذاكرت ايه؟ شرحت ايه؟ صلحت ايه؟ ده انت مش محتاج تذاكر. عدلت ايه؟ عدلت ايه؟ لا بقالك سنين. انا اقصد مش محتاج تذاكر، ده انت من اسبوعين كان عندك مباراه في القاهره. يعني انت حتى مش محتاج ده انت واجهته. هو انت لسه فاكره. هو عنده الخطوط الثلاثه بتتحرك كتله واحده، حتى لو انت جيت قيمت فرقه سان داونز هتقول مين؟ ال 11 كويسين. صح. بالغيار. صح. بفكر المدير الفني. صح. عارف ان بيتر شاروليلي هو مصدر الازعاج. اميل. هقول لك على حاجه كده في الكوره فني مهمه قوي. اخطائك مع ريال مدريد في الثمان دقايق بتوع الوقت الاضافي بس ابتديت تفك. صح. التركيز يقل. استعمل الاخطاء الفجوات او المساحات اللي ما بين هاني ومتولي او هاني وعبد المنعم اللي عملها مودريتش خدها فينيسيوس رغم ان كلنا قلنا هاني ترند 90 دقيقه مفيش مشوار. صح. عملها جون انت في الوقت ده طول الدقيقه 91 فينيسيوس جاب هدف. هو ابتدى يشتغل معاك كده. بلاش ان انا اعمل سكرين اتصد عشان لما يجي يسدد ابقى انا مامن. الراجل بيتشاط، ليه الزحمه؟ ليه ان انا بروح ولو اديت ظهر هيعمل ايه؟ الجديد اللي انا بشوفه ان المدافع وهو داخل على الفيرود يحط ايده ورا ظهره. ليه؟ عشان ضربه الجزاء. اما تخش جوه الصندوق. ادي لنفسك اشارات وانت شغال اما اخش جوه الصندوق. بس وانا طول ما انا بره الصندوق ايديا دي عامل مساعد. بيساعدني وانا شغال. الكره العاليه المسافه بينك ويا ياسر من نقطه الجزاء لغايه بره 18 بعيده قوي. اما الشناوي كلمك قلت له اصل انا كدمه. كدمه ده انا اطرشق دماغه وهي في الهواء اخد دماغه في الكوره. ايوه مفيش بص احنا اتعلمنا كده. ايوه لازم تبقى اجريسيف. احنا بص احنا كنا تملي يقولوا لنا او يعلمونا واحنا نعمل لنفسنا. انت ما بتيجي تتفرج على ماتش اوروبي بتاخد منه ايه؟ بتاخد منه رؤيه ونتيجه وعينك على الراجل اللي انت بتلعب في مركزه اقلده واستعمل منه حاجه. صح. بيتاكلن ازاي؟ بيطلع العاب الهواء ازاي؟ بيطلع مواجه ازاي؟ وانا طالع في الهواء خدته يعني بقول ايه؟ خدت المبادره. احنا بندي لنفسنا الاحساس ده المساكين. المبادره ليها نوع. المبادره ليها طبيعه. بتديك ثقه، بتفوقك. انت وانت بتنقل الان وانت بتحضر، الان وانت بتحضر. فانا مجرد ان انا فرود لقيتك بتحضر وانت قلقان هضغط عليك. لو ضغطت عليك وعندي فجوه في نص الملعب ما هو تاني مش هيجي يستعمل مني انه يعمل بيعمل مساعد. انت كانوا بيحضروا زي ما يكون بيلعب 4-2 في النص. انا عايز يا كابتن افكرك بنقطه، انا اسف ان انا بقطعك. لا يا حبيبي. ماتش سان داونز اللي كان في القاهره. ممكن في حد ما خدش باله من لقطه غريبه جدا. اول 5 دقائق وسان داونز بيحضر ورا، حارس المرمى غلط هو والمدافع، جه عبد القادر قطعها جاي يحطها في الجول راحت طلعت. كانت اول كره خطر في الماتش. فاكر انت الكره دي اللي عبد القادر ضيعها؟ اول توقع جه في ذهني على طول انا بتفرج على الماتش قلت بس هيطفشوا الكره خلاص، ده الاهلي ضغط من قدام فلازم يغير طريقه لعبه وغلط كان هيجي جون. صح. ولا اي حاجه خالص ولا كان اسلوبي حافظ عليه.
اسلوبه حافظ عليه ودي جايه من المدرب هو معلمهم على كده ومديهم الثقه كده حتى لو انت غلطت ولا غلط المدرسه كده فبالنسبه للضغط اللي الكابتن عمرو بيتكلم فيها يعني وارد حتى وانت بتنفذ اسلوب الضغط وارد ان انت حتى بتحضر من تحت وارد يحصل هنا اخطاء او هنا اخطاء بس مين بيكمل بالسيستم بتاعه نفس اسلوبه مين بيكمل بشخصيته فاللقطه دي انا فاكرها بصراحه في الماتشين دي اكتر لقطه بينت شخصيه صن داونز النهارده وانت بتغلط قدام النادي الاهلي في القاهره وانت محتاج الماتش اوريدي انت محتاج الماتش وبتغلط قدامهم وبتحضر وكانوا ممكن يجيبوا جون ومع ذلك صن داونز فضل مكمل نفس اسلوبه وفضل يحضر وشفنا الماتشين. طيب.